هذه الكعبة هي بيت الله، بناه إبراهيم وابنه إسماعيل، وكان يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البيت أراد أبرهة أن يغزوه من اليمن فغزاه بجيش عظيم، في مقدمته فيل عظيم يريد أن يهدم به الكعبة بيت الله. فلما قرب من الكعبة ووصل إلى مكان يقال له المغمس، حرن الفيل، حرن، أبى أن يتقدم، فجعلوا ينهرونه ليتقدم إلى الكعبة فيأبى، فإذا صرفوه نحو اليمن هرول وأسر، ففقوا هناك انحبسوا، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، أبابيل يعني جماعات كثيرة طيور، أرسلها الله عز وجل، كل طير يحمل حجرا قد أمسكه برجله، ثم يرسله على الواحد منهم حتى يضربه مع هامته ويخرج من دبره، فجعلهم كعصف مأكول، كأنه زرع أكلته البهائم، اندكوا في الأرض. وفي هذا يقول أمية بن الصلت: حبس الفيل في المغمس حتى ظل يحكو كأنه مكبور، فحمى الله عز وجل بيته من كيد هذا الملك الظالم الذي جاء ليهدم بيت الله. وقد قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. في آخر الزمان يغزو قوم الكعبة، قوم جيش عظيم، جيش الكعبة، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، يعني بأرض واسعة متسعة، خسف الله بأولهم وآخرهم، خسفت بهم الأرض وساقوا فيها هم وأسواقهم وكل من معهم. وفي هذا دليل على أنه جيش عظيم، لأن معهم أسواق البيع والشراء وغير ذلك، فيخسف الله بأولهم وآخرهم.